من الخارطة الرقمية إلى النشاطات الرقمية التي بادرت إليها الجبهات الطلابية في الجامعات تحت عنوان أسبوع طلابي لإحياء ذكرى النكبة، نستضيف معنا سيرين حامد سكرتيرة الجبهة الطلابية في الجامعة العبرية في القدس. سيرين مساء الخير، بداية يعني لو تحدثينا عن طبيعة هذه النشاطات وأي جامعات ستقام بها هذه النشاطات. يعطيك العافية، مرحبا. بداية طبيعة النشاطات لأسبوع النكبة اللي تحياها الجبهات الطلابية، بالأساس هي بمشاركة الجبهات الطلابية بمختلف الجامعات، جامعة العبرية بالقدس، جامعة حيفا، التخنيون، جامعة تل أبيب، جامعة بير السبع، بار إيلان، وكلية تل حي. بالأساس بظل الوضع الراهن اللي احنا عم نعيشه بهاي الأيام وانتشار فيروس الكورونا، احنا للأسف اضطرينا نحيي ذكرى النكبة عن طريق البرامج والأمسيات الرقمية. فبالأساس نتمركز كل أسبوع النكبة عن طريق تطبيق الزوم والفيسبوك. نعم سيرين، يعني لماذا على الرغم من الظروف التي نمر بها وفي ظل تفشي جائحة كورونا كان بالنسبة لكم يعني من الضروري إحياء ذكرى النكبة ولو بنشاطات عن طريق نشاطات رقمية؟ بالأساس إحنا بنشدد على أهمية إحياء ذكرى النكبة، لأنه إحنا كالجيل الثالث كطلاب جامعيين وجمعيات ما بننسى القصص واللي وصلتنا عن طريق أجدادنا وجداتنا وستاتنا والقرى المهجرة وكل اللي صار بالنكبة واللي بعده عم بيصير لليوم، وكمان تجديدا كرد فعل لقانون النكبة العنصري اللي تم سنه ب 2011. فعشان هيك احنا بالاساس اسبوع النكبه بتركز على 5 ايام اساسيات. كان عندنا اول يوم عرض مسرحيه المتشائل عبر الفيسبوك، ثاني يوم كان عندنا استضافه السيد عمر المغاربي من جمعيه دخلات اللي حدثنا عن تطبيق اي نكبه، والسيد شادي خليلي اللي حدثنا عن خارطه فلسطين التاريخيه. اليوم عندنا نقاش وحوار عن النكبه مع عصام مخول والبروفيسور مصطفى كبا، وبكره رح يكون عندنا على صفحاتنا بالفيسبوك والجبهات الطلابيه كل ساعه منشور اللي هي احياء لكل القصص الشخصيه على لسان طلاب وطالبات. وطبعا رح نختتم يوم الجمعه احياء مراسيم ذكرى النكبه التاسعه، اللي رح كمان نستضيف فقره فنيه وقصص مختلفه اللي ندعيك كلياتكم تتابعونا على صفحاتنا وترافقوا. نعم بالفعل يعني برنامج غني جدا يعني ومهم. شكرا جزيلا لك سيرين حامد سكرتيرة الجبهة الطلابية في الجامعة العبرية في القدس على هذه المداخلة.